السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مؤشرات المدن الذكية. ممكن أي حد يجي على أي مدينة ميتة ومفيش حد فيها ويقول لك دي مدينة ذكية، فإيه اللي يقول لي إن في مدينة ذكية؟ هو مفيش حاجة اسمها مدينة غبية، في حاجة اسمها مدينة ذكية بنسبة مثلا فيها 1 من 100، في مدينة تانية 2%، ومفيش مدينة فيها كل الحاجات، يعني أكبر مدينة فيها حاجات ذكية وصلت 33%. تمام، فاحنا يعني سيبك من الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون، احنا بنتكلم على الحاجه الواقعيه. طيب لو بصينا كده على مؤشرات المدن الذكيه، بلاقي اقتصاد، يعني ما ينفعش دوله تقول لي ان احنا مدينه ذكيه وما عندهاش اقتصاد. تمام، فاول حاجه في الاقتصاد اللي يكون في تعاون، يبقى في تنافس في المدينه في بين الشركات، يكون في سياسه وبرامج وخطط بتعزز الابداع والابتكار، يكون في عدد طلبات براءات الاختراع ومسجله قد ايه لكل ساكن. يعني في دول بيكون مثلا في براءه اختراع لكل 1000، في واحده لكل 1000000. فطبعا الانفاق المحلي على البحث والتطوير. طيب في اقتصاد المعرفه، في عندنا الاقتصاد الاخضر، في حصه الاستثمار العام في الصناعات الذكيه، معدل الاستيراد والتصدير في الصناعه، وبالذات الصناعه كثيره المعرفه. في صناعات مش محتاجه معلومات بس بيكون فيها مشاكل صحيه، زي مثلا صناعه الاسمنت، الدول اللي بره بتحاول تهرب منها وتخلي الدول العالم الثالث هي اللي تعمل الحاجات ديت. فاحنا عايزين الصناعه بتاعتنا تكون اكثر في مجال كثيف المعرفه. نسبه التعاون بين الصناعه والاوساط الاكاديميه والحكوميه، للاسف الحكومه بعيده تماما عن الاوساط الحكوميه، بعيده تماما عن الاوساط الاكاديميه، بتلاقي ان الطلبه بتدرس حاجه غير اللي هتطلع، اللي بيعمل ماجستير او دكتوراه بيعمل حاجه ملهاش علاقه بان هو بيطور الصناعه اللي موجوده بره. لا، الصناعه او مثلا الشركات الضخمه بتقول ان هدفع فلوس للباحث دوت او هتكفل بيه في مقابل ان هو يطور لي الصناعه بتاعتي. طيب مساهمة اقتصاد المعرفه ومعرفه المعلومات قد ايه؟ حصه الاعمال التجاريه ومعاملات التجاره الالكترونيه، والتجاره الالكترونيه لما نتكلم عنها لازم هنتكلم عن البلوك تشين. تمام، البلوك تشين اللي للاسف المشهور عنها اللي هي اللي هي الان اف اي تي، اللي هو ان واحد يجيب صوره ويبيعها بسعر عالي، او العملات الرقميه وزي مضاربه في البورصه، مش هو ده الصح، لكن هو ده اللي مشهور عنه. لكن التجاره الالكترونيه ان انت بتوصل كل حاجه من خلال البلوك تشين ومبقاش حد يقدر يزور في العود. رياده الاعمال، في قد ايه شركات ناشئه كل سنه، عدد الاعمال والشركات الجديده سنويا، عدد الشركات اللي بتقفل، سياسه وبرامج وخطط تعزيز رياده الاعمال، لما يكون في شركه بتقفل احنا بنحاول ندعمها، معدل العماله الذاتيه. طيب كل ده في الاقتصاد. نرجع للتمويل، تمويل مشاريع المدن الذكيه، التمويل العام، تمويل خاص، تعهد جماعي، يعني الناس هتلم من بعض وتعمل. في التمويل، مراعاه متطلبات واحتياجات السوق في تخطيط المدن، ما احنا ممكن نمول مثلا اغنيه لاي مغني، لا احنا عايزين نعمل حاجه تساعد في رقي المدينه وتجعلها اكثر ذكاء. القيمه السوقيه للممتلكات التجاريه والصناعيه، الاستقرار المالي، احتياطات المدينه ونصيب الفرد ونسبه خدمه الديون المدينه، القدره التنافسيه العالميه والاقليميه في جذب الشركات، نسبه الضرايب المحصله، السياحه، كل ده في الاقتصاد. السياحه بالذات ان الدول بتاعتنا دول فيها اثار كتيره وفيها حاجات كتيره سياحيه غير الاثار. فالترويج السياحي بالانترنت عامل ازاي؟ اداره التاثير السياحي، انا شفت ناس بدون حاجه خالص، مجرد كاميرا وتيشيرت، قدر يعمل دعايه لمصر اكتر من الوزارات الكبيره في اللي بيصرف عليها بالملايين. طيب بالنسبه للاقتصاد، التوظيف، معدل العماله والبطاله في المدينه، ايه اللي احنا بنعمله عشان نقلل البطاله؟ في دول بتوصل البطاله فيها لا شخص، وفي دول بتوصل لشخص واحد. تمام، توفر قوى للعامله والسكان في سن العمل، لو اي حد عايز يشتغل يلاقي فرص عمل، فرص عمل محليه، معدل العماله في صناعه السياحه، معدل العماله في القطاعات كثيفه المعرفه والصناعه الابداعيه، تحسين معدل التوظيف من خلال الحلول الذكيه، الترابط المحلي والعالمي، كل ده جزء من الاقتصاد. بنتكلم على ايه العوامل اللي خلينا نقول ان المدينه دي ذكيه ولا لا. الترابط المحلي والعالمي، نسيب الفرد من الناتج الاقليمي الاجمالي، واسلوب الشراء، وجود مؤسسات وكيانات دوليه ومحليه كبيره في المدينه. بالنسبه لاسلوب الشراء، انا شفت محلات بتدخل تشتري
وانت تخرج من غير ما تحاسب الحاجه خالص، بيعتمد على بصمه العين، يعني مجرد ان انت وانت خارج بصمه العين بتشوف البضاعه انت شاريها قد ايه وتخصم من غير ما يعني تشتري، من غير ما يكون معاك فلوس ولا فيزا، تمام. وده بقى موجود في المحلات العاديه. اعتماد المنظمه الدوليه لتوحيد القياس، استخدام تدابير تكنولوجيا المعلومات تحسين الاتصال والتواصل والتعاون على المستوى المحلي والمستوى الدولي. بالنسبه للانتاجيه، الاقتصاد عشان نقيمه الناتج المحلي الاجمالي لكل شخص عام، حصة الصناعات الأولوية والسنوية من الناتج المحلي الإجمالي، حقيقة التكاليف والفوائد، الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الداخلي. أنت لما بتقدم لهم تسهيلات ده هيساعد إنهم يكونوا موجودين، فيساعد على توظيف أكتر. تدابير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحسين الصناعة والاقتصاد وإنتاجية الموظفين. خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية. طيب، مرونة سوق العمل، تدابير لتحسين وصول العمل، المرونة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات زي بتحصل على وظيفة جديدة ومرونة كل العمل. في بعض الدول بتاخد منك ضرائب، لكن مقابل كده لو حصل لك أي ظرف وما اشتغلتش يجيلك لحد البيت خبط عليك، أنت محتاج تاخد كورسات إيه؟ بيديك كورسات دي ببلاش وبيديك فلوس، يعني يقول لك أنا كنت باخد منك فلوس لما كنت شغال، ما تاخدش فلوس طب خد الفلوس لحد إيه شهرين ثلاثة لما تشتغل. طيب، بندرس تأثير الاقتصاد، في خطط لإدارة المخاطر، لو حصل أي دروب نعمل إيه؟ الآثار الاقتصادية، تكاليف تطوير وتشغيل مشاريع الذكية، كل ده في نقطة إيه؟ الاقتصاد. طيب، تعالى بقى نشوف الناس، وده اللي يعني أكتر حاجة أنا بهتم بيها في التقييم. يعني أقدر أنت عملت حطيت سنسور وحطيت أجهزة كتير قوي، لكن الناس مش عارفة تستخدمها، فإحنا بنعمل للناس، والناس هما اللي هينجحوا المشروع دوت أو يفشلوا. والتعليم مش مقصود بيه يعرف يقرا ويكتب، ان هو يقدر يتعامل ويقدر ان هو ممكن تلاقي شخص لا بيعرف يقرا ويكتب لكن سلوكه احسن من ناس تانية كتير، تمام. فمش مقصود بيها يعني مقصود بيها ان يبقى في معرفه في تحديث المناهج التعليميه او الوسائل التعليميه، ويبقى في حاجات يعني ممكن من خلال التلفزيون تعمل مسلسل يشرح حاجات كتير قوي. تطبيق تكنولوجيا المعلومات ومنصات التحليل والتعليم الرقمي، التدريب على تكنولوجيا المعلومات، اتجاهات محو أمية للكبار، توفر وتغلل التعليم الالكتروني وانظمه التعليم عن بعد، نسبه الطلاب للمدرسين، تحسين جوده الفرص التعليميه، نسبه العاملين في قطاع التعليم العالي والتطوير، مهارات تكنولوجيا المعلومات، الناس عندها دي في تكنولوجيا المعلومات، النسبه المئويه للحصيله على التعليم، سرعه الانترنت، مستوى المعرفة الرقمية وشؤون الإعلام، مهارات الكمبيوتر على المستوى الفردي، نسبة السكان الحاصلين على التعليم ثانوي، الانفتاح إن هم يكونوا متفاهمين مع الثقافات الأخرى، مش منغلقين جدا وفاهمين إن كل ده غلط، ولا منفتحين بيذوبوا مع الآخرين، لا بيحترموا الثقافة الأخرى. طيب، بالنسبة للحكم والجفرمنت وهكذا، يكون في رؤية وقيادة، في خارطة طريق للمدينة الذكية، والناس كلها كل اللي ساكنين في المدينة عارفين ايه هي الخارطة ومتوقعين ايه بعد فترة، وهم بيقولوا رأيهم في الحاجة اللي تحصل. عندهم القيادة عندها خبرة في تطوير التكنولوجيا، في فريق بيطور عنده المهارات، في خطط واستراتيجيات لتعميم تخطيط المدن الذكية، في استراتيجيات لحوكمة وخطط واستخدام الحلول الذكية، في خطط واستراتيجيات ومراقبة الأداء، وفي ان القيادة ملتزمة بالبرامج اللي حطتها للمدن الذكية. الأطر القانونية، قوانين ولوائح تخطيط المدن الذكية، الأطر القانونية والتنظيمية لخصوصية المستهلك، استراتيجيات للتغلب على الحواجز والأنظمة التنظيمية. بالنسبة للمشاركة، يكون في حرية للإعلام وفي حرية للناس إنها تقول رأيها، ومفيش قرار يتاخد غير لما تاخد رأي الناس. في تطبيق على الموبايلات بيخشوا ويقولوا رأيهم، تمام، يقول أنا موافق على أنهي واحدة اللي نركز عليها. الترابط الديناميكي مع المواطنين والمجتمعات والشركات، انتاج وتسليم الخدمات التعاونيه. بالنسبه للشفافيه، في امكانيه مساله القياده، في مؤشر الفساد وتدبير محاربه الفساد، مهارات رسم الخرائط والشفافيه للمسؤوليات بين مختلف الجهات الفعاله. طيب، الخدمات العامه، ده كله ده في الحكم، في نقطه المدن الذكيه ففي عندنا حكم ذكي. بالنسبة للخدمات العامة، رقمنة الحوكمة والإنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات والاتصال وانتقال المدن الذكية. في الخدمة الحكومية عبر الإنترنت، تمام، لو أنت عايز تعمل خدمات مش لازم تروح لحد هناك، أنت ممكن إيه من خلال الإنترنت، في كذا تطبيق عندي على الموبايل، بدخل أسدد أعمل
اجدد كل حاجه، مش لازم اروح. وجود منصات للدفع الالكتروني من خلال الموبايل، منصه متكامله لتكامل البيانات والامكانيات الوصول عبر الانترنت وتسويق خدمات المدينه. طيب الاداره المتكامله، في تشغيل بيني بين الانظمه الحضريه والانظمه الفرعيه، وهيكل مشترك للحوكمه متعدد الاطراف بين الدول، ومشاركه البيانات والمعلومات بين المؤسسات المختلفه. طيب نروح ل خلينا نبدأ برضو من فوق. طيب خلينا نشوف ايه تاني اللي نحكم بيه على المدن دي ذكية ولا مش ذكية. بنلاقي عندنا الحياة او المعيشة، بنلاقي العدالة، في عدالة في مستوى الدخل، ما ينفعش واحد بيقبض بالمليارات وواحد تاني مش لا ياكل، في حماية لحقوق الانسان، في الوصول المادي لوسائل الراحة، الحدائق مفتوحة، اي حد يقدر يدخل الحدائق بفلوس. انا رايح دلوقتي الحدائق انا والاولاد، ما فيش سور بندخل. الوصول المؤثر المصرح به والمستدام للخدمات والمرافق، امكانيه الوصول للخدمات. طيب الثقافه، النسبه المئويه للميزانيه العامه، استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الثقافه، وحمايه التراث الثقافي. ما ينفعش ان احنا مدينه جديده هنروح مهدين كل اللي اتبنى من ايام المماليك، ده اسمه يعني لو استخدمنا الادب يعني اسمه تخلف. جوده السكان، في جوده السكن وفي نفقات السكن. لو اي حد عنده اضافه او تعديل يا ريت تكتب لي في الكومنتات وان شاء الله اعدلها، لان ده اجتهاد. التماسك الاجتماعي، تماسك المجتمع، الهيكل الديموغرافي، الثقه وقواعد المعامله بالمثل، التنوع وتدابير التنوع، تصميم الشامل للخدمات الماديه وعلوم وتكنولوجيا المعلومات، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال المجتمعي المتبادل، والانشطه التطوعيه المدنيه في الشبكات الاجتماعيه. الرعايه الصحيه، نفقات الرعاية الصحية، التأمين الصحي، نسبة المواطنين صاروا بأرشيف الصحية موجودين، في كم واحد موجود في الأرشيف. استخدام تكنولوجيا المعلومات للرصد تتبع أثر الأغذية والأدوية، استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الذكية لتعزيز الرفاهية، خدمات الرعاية الصحية، نظام رعاية الأطفال، اعتماد التصبب عن بعد. يعني دلوقتي الدكتور بيتصل بيا عشان موضوع السكر بيتابع، مش لازم اروح له، يعني لو حاجه مستاهله ان اروح انما غير كده من خلال الموبايل ممكن ندخل زوم والحاجات دي. نفقات الرعايه الصحيه، ما ينفعش حد يبقى مريض، ويعني المفروض الدوله هي بقى اللي تتكفل بالعلاج مقابل انها بتاخد الضرايب والحاجات ديت، فده المفروض ده اللي يحصل. طيب نخش على السلامه، استخدام التكنولوجيا وعلوم التكنولوجيا المعلومات عشان نقلل الجرائم ونقدر ان احنا نراقبها وهكذا. معدل الجرائم، سلامه المجتمع، ومعدل الجريمه، وقت الاستجابه، لما تتصل بالشرطه تجيلك بعد ايه؟ بالمطافي، بالاسعاف، تمام. ودي بتحسب لكل دوله، يعني بريطانيا اعتقد كانت 4 دقائق. الخسائر الاقتصاديه والكوارث، استخدام تكنولوجيا المعلومات للوقايه من الكوارث والتنبؤ بها، امن وسلامه الافراد. الرفاه الشخصي اللي هو الرضا عن الحياه والرضا الموظفين والمواطنين عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طيب ندخل على موضوع تاني اللي هو التنقل والمواصلات. كل نقطة من دول في مواقع ليها وفي أمثلة وفي قصص كتير قوي، بس عشان ما نطولش عليكم. الأساسية للمواصلات، وسائل النقل الأخضر، عدد شحن محطات المركبات الكهربائية، يعني هتشتري مركبة كهربية بس عشان يشحن لازم يروح لحد، لا لازم تبدأ تنشر فكرة محطات التزويد بالكهرباء والتزويد بالطاقة الخضراء. نظام النقل العام وجودته وتنوعه وتعدد وسائطه، أنا أول ما جيت قطر ما كانش فيه مترو، كانت صعبة جدا جدا، لازم كروة والأوبر والحاجات ديت، دلوقتي الحمد لله المترو موجود في كل حتة، تمام. فالنقل العام ده طبعا في مصر موجود من زمان موضوع المترو. طيب خدمات مشاركة السيارات والدراجات، بيئة المشاة وخيارات المشي. بيئة المشاة في مصر واخدة ترتيب كويس، لأن أنت كل ما تمشي خطوتين هتلاقي محل موجود لصيانة العربية، للصيدلية، بين كل صيدلية وصيدلية 100 متر بالظبط، أنا قستها بالظبط، لا زيادة متر ولا أقل متر، تمام. فدي حاجة اللي قلل مصر في نقطة بيئة المشاة ديت، إن الفتيات بتمشي بتتعرض للمضايقات، فده خلى مصر تفقد بعض النقط. تمام. نظام إدارة الإدارة الذكية، إن لو في حد حركة بتبدأ النور ينور، لو مفيش حركة النور يتطفي عشان نوفر الطاقة. إدارة النقل، إدارة شبكة النقل الاستراتيجي في الوقت الحقيقي في الريل تايم يبدأ يسرب المعلومات. التسعير الذكي، سياسات الأسعار والتسعير حسب الطلب، الحد من الضحايا، كفاءة المرور على الطريق.
زي ما قلنا كل نقطة من دول اكتب بعمر سليم واكتب النقطة دي هتلاقينا يعني ارغينا فيها قوي في المدن الذكية. تمام، إدارة تكنولوجيا لمعلومات الاتصالات، جودة خدمة الإنترنت، خصوصية المعلومات، تنوع خيارات الحجز، وطبعا النت يكون سريع، ما حدش يقعد يقول لي المدن الذكية والنت بيقعد ساعة على محمل. تمام، فدي من ضمن النقاط يعني. ويكون في نظام لحماية الطفل على الإنترنت، البنية التحتية للاتصالات السلكية والمعلومات، توفير تقنيات ومنصات للحوسبة الذكية، توفير تكنولوجيا المعلومات، الـ5G، توفر تطبيقات، ويكون في إمكانية الوصول لتكنولوجيا المعلومات بسهولة، يكون في نت مجاني في الأماكن العامة والمفتوحة. البيانات، انفتاح البيانات، توفر البيانات في شكل مفتوح، أي حد يقدر يحصل على أماكن المواصلات العامة، أماكن اللي فيها نباتات خضرة، كل الحاجات دي لازم تكون متاحة للناس كلها. وفي مواقع كتير على النت في بريطانيا وسنغافورة تقدر تاخد أي معلومة حتى لو أنت مش موجود في البلد دي، جمع المعلومات، وفي بنية تحتية وفي قياسات والحاجات دي كلها، بحيث إن احنا نتنبأ ونقدر إن احنا نتحكم في الحاجة اللي تحصل دي ونتفاعل مع المواطنين، ويكون في كل شوية تعليم وأبديت. طيب البيئة، في المراقبة البيئية، إدارة الموارد الطبيعية المستدامة، ما ينفعش نكتشف إن من 10 سنين في مشاكل ظهرت في النباتات وإحنا ما خدناش بالنا غير دلوقتي. بنشارك المواطنين في إدارة موارد البنية التحتية، إنتاج الغذاء المحلي، البنية الأساسية الحيوية، البنية المبنية، الزحف الأمراضي، كفاءة استهلاك المواد اللي هنعملها إعادة تدوير نضيعها ونقعد ندور عليها، الحفاظ على المباني التاريخية، وبناء معايير كفاءة الطاقة. احنا ممكن يكون عندنا أكواد لكن للأسف غير مفعلة، فهي دي النقطة. موارد المياه، خطط وسياسات إدارة المياه، جودة الموارد المائية والمستنقعات المائية، استخدام عدات المياه الذكية، ونراقب فقدان المياه وتقليل الفقدان ده، واستخدام إجراءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة معلومات المياه. مصادر الطاقة، إدارة الطاقة وكفاءة كثافة غازات الاحتباس الحراري، وعندنا مشكلة في الاحتباس الحراري، فازاي ان احنا البيئة او المدن نستغلها في التغلب على المشاكل، مش تكون هي اللي بتزود المشاكل. النفايات، خطط وسياسات ادارة النفايات، جمع النفايات الصلبة بكفاءة وذكاء، انتاج الطاقة من النفايات والمياه العادمة، ادارة نظام الصرف الصحي. اقعد افكر هل احنا بنعمل ده في بلدنا؟ تمام، وناخد نقطة كام من دي؟ يا ريت تاخد 100%، هكون يعني فرحان لك. تمام، إدارة النفايات البلدية للفرد، دي بتعملت بشكل حلو في العراق رغم كل الظروف، لكن هم قدروا يحطوا سنسور بحيث يبلغ الناس اللي هتلم النفايات بإن الحاجة دي مثلا السلة دي اتملت أو كده. نسبة النفايات المعادة تدويرها، ولا بنحرقها، ولا بناكلها الخنازير، لسه بقى نشوف. الجودة البيئية، مؤشر جودة الهواء، مؤشر تلوث المياه، التلوثات السمعية، تلوث الطرق. ده كده مثال، وإن شاء الله يعني يكون في شرح مفصل بإذن الله في محاضرة كده. وجزاكم الله خير، كان معكم عمر سليم.